كتير من الأغذية ممكن إن هي يكون فيها مكونات طبيعية فيها ممكن تتسبب في مشاكل. يعني إحنا كنا اتكلمنا قبل كده على اللاكتوز في اللبن والمشاكل اللي بيسببها الأطفال واللجوء لعمل ألبان اف ال أو فري لاكتوز. من الحاجات اللي بتسبب مشاكل كتير أيضا في الأغذية الجلوتين بتاع القمح. الحاجة الغريبة إنه الخبز اللي معمول من القمح بيكون شكله جميل، واللجوء لعمل خبز خالي من الجلوتين بيبقى فيه حتة عدم رضا للمستهلكين، لأنه القيمة الغذائية بتاعت الخبز بتبقى أقل شوية، طعمه ملمسه بيبقى مختلف وسيء عن الخبز المعمول منه جلوتين ويجب تحسينها، وطبعا بيبقى عنده استعداد للالتصاق كمان. يعني الخبز اللي فيه جلوتين بيبقى افضل في كل هذه الحاجات، ولكن بيكون فيه اضطراب لعمل خبز خالي من الجلوتين، يعني الجلوتين بسبب مشاكل صحيه كثيره جدا لبعض الناس. هنا بنتكلم على مقاله في الام دي بي اي الحقيقه 16 ابريل 24 بتتكلم على الديفلوبمنت اوف جلوتين فري بريد based on maize and buckwheat and enriched with aromatic herbs and spices. معنى هذا الكلام ايه؟ انه ابتدى العلماء بيلجأوا الى تطوير خبز خالي من الجلوتين بيعتمد على الذره والحنطه السوداء ومخصب بالاعشاب والتوابل العطريه. طبعا بيبقى طعمه ونكهته حلوه، ولكن برضه بيبقى أقل جمالا من الخبز اللي معمول من القمح وفيه جلوتين. هدف هذا العمل إلى تطوير خبز عالي الجودة خالي من الجلوتين بيعتمد على الذرة والحنطة السوداء مع مذاق جيد وخصائص نسيجية. تم دمج الأعشاب والتوابل العطرية المختلفة كمكونات للتقييم إذا كانت إضافتها يمكن أن تؤثر على قبول المستهلكين من خلال تحسين الخصائص الحسية للمنتج النهائي. وتم تحسين تركيبة الخبز أولا من خلال منهجية سطح الاستجابة. وفقا لذلك قدم الحجم النوعي العالي والمرونة العالية والصلابة المنخفضة أفضل جودة خبز نظريا. ومع ذلك عند تطوير المنتج تم الكشف على بعض العيوب الحسية، لذلك تم اختبار إضافة مكونات أخرى مثل الزيت والسكر والخميرة. أخيرا تم الحصول على 5 أنواع مختلفة من الخبز الخالي من الجلوتين مع مجموعة مختلفة من الأعشاب والتوابل العطرية. تم توصيفها من الناحية الغذائية وإخضاع للتحليل الحسي من قبل لجنة مكونة من 140 مستهلك، وكان التركيب الكيميائي لجميع أنواع الخبز متشابه جدا مع وجود اختلافات طفيفة بينها. وبالمثل حصلوا على درجات حسية مقبولة أكبر من 5 من المستهلكين، وحصلت بعض مجموعات الأعشاب والتوابل على درجات أعلى من تلك الموجودة في خبز التحكم اللي هو بدون أعشاب وتوابل، اللي هو الستاندرد يعني أو الكلاسيكي. وبشكل عام كان الخبز الخالي من الجلوتين وأصناف من مزيج الريحان والزعتر هو الذي نال إعجاب المستهلكين بشكل كبير. في العقد الماضي شهد تطوير المنتجات الخالية من الجلوتين والطلب عليها زيادة مهمة داخل الصناعة الأغذية، ويرجع ذلك بشكل أساسي لانتشار المتزايد والوعي المتزايد بمرض الاضطرابات الهضمية وحساسية الجلوتين، لأن هو في ناس عندهم اضطرابات هضمية وحساسية الجلوتين وحساسية قمح، فلا بد أنهم ياخدوا خبز خالي من الجلوتين. إن عدد من المستهلكين لهم تصور جماعي إن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين أكثر صحة بسبب العلاقة بين الجلوتين والجهاز الهضمي وتناول السعرات الحرارية. وفقا لذلك كان هناك طلب متزايد على استبدال القمح في المواد الغذائية ببدائل أخرى خالية من الجلوتين مثل الذرة والبطاطا الحلوة والدقيق وخلة الرز وغيرها. ومع ذلك وعلى الرغم من التنوع الواسع للمنتجات الخالية من الجلوتين المتوفرة حاليا في السوق، فإن العديد منها لا تلبي المتطلبات الغذائية والحسية لهؤلاء المستهلكين، وبالتالي بيظهر المستهلكون بشكل عام عدم رضاهم عن هذه المنتجات، لأن هذه العديد من المنتجات لها قيمة غذائية قليلة عن المنتجات اللي فيها قمح وجلوتين، طعم مختلف، ملمس سيء، مظهر سيء، مدى صلاحية قصيرة. على سبيل المثال الدراسة اللي أجراها ألين كار وآخرون
عام 2021 حول تصور المستهلكين المصابين بالسيلياك تجاه المنتجات الخالية من الجلوتين، كشف أن النكهة والملمس من ضمن الخصائص الحسية الرئيسية التي يجب تحسينها، لأنها ليست مثل تلك الموجودة في المنتجات المحتوية على الجلوتين. لهذا السبب لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود داخل صناعة الأغذية لتحسين خصائص المنتجات الخالية من الجلوتين. وفي الحقيقة أنه من بين المنتجات المختلفة بعض التطوير خبز خالي من الجلوتين مع قبول حسي مناسب، أحد التحديات الرئيسية في صناعة الأغذية. بيعد الخبز غذاء رئيسي في جميع أنحاء العالم، والمكونات الرئيسية في صناعة الخبز هي الدقيق والمية واختياريا الخميرة والملح. تم تصنيعه عموما باستخدام دقيق والحبوب اللي تحتوي على الجلوتين. ده الخبز العادي بقى، القمح والجودال والشوفان والشعير، لأن الجلوتين يسمح بإنشاء شبكة ثلاثية الأبعاد، وهو أمر ضروري في عمليات الخبز وتحضير العجين. تعمل هذه الشبكة على تحسين الملمس والنكهة، تحتفظ بالمية والدهون، تحافظ على الهواء المدمج أثناء العجن، وتحسن الالتصاق. كل دي مميزات في الخبز اللي فيه جلوتين عن الخبز اللي مفيهوش جلوتين. لهذا السبب أن تحضير الخبز الحالي من الجلوتين ليس بالأمر السهل، سبب هي الشبكة الثلاثية الأبعاد والخصائص اللزجة المرنة التي وفرها الجلوتين، علاوة على ذلك يقدر تسليط الضوء على أن المنهجية المتبعة لإعداد الخبز الحالي من الجلوتين تختلف عن عملية صناعة الخبز التقليدية. على سبيل المثال يجب وضع العجين الخالي من الجلوتين في قوالب الخبز والخضوع للتخمير، وأوقات الخبز الأطول من الخبز التقليدي بسبب محتواه الماء الأعلى. بالإضافة لذلك من الضروري إضافة مكونات تساعد على استبدال خصائص الجلوتين لتحقيق خصائص مماثلة لتلك الموجودة في الخبز التقليدي، وبالتالي تستخدم عادة المواد الغروانية المائية مثل صمغ الزلسان وقش السيليديوم لاستبدال الجلوتين، لأنها تساعد على تحسين بنية ولزوجة ومرونة العجين الخالي من الجلوتين. من ناحية أخرى بتجنب الدقيق من الحبوب اللي تحتوي على جلوتين، تستخدم عادة مخاليط دقيق الحبوب الخالية من الجلوتين بنسب مختلفة. ومن بين هذه الدقيقة الخالية من الجلوتين فإن أكثرها شيوعا هي دقيق الذرة والرز والحنطة السوداء. ومع ذلك وعلى الرغم من جهود الصناعات لتحسين العمليات، إن المنتج النهائي لا يتمتع عادة بقبول حسي كبير من القبل المستهلكين مقارنة بالخبز العادي. يبقى إذن إحنا بنقدر نصنع خبز خالي من الجلوتين عشان تجنب المشاكل الهضمية والمشاكل الحساسية وعدم تحمل الجلوتين الموجود في القمح، ولكن في الآخر بيبقى المنتج ما بيحصلش على رضا المستهلكين بسبب إنه بيبقى الشكل أقل جمالاً، الريحة أقل جمالاً، في درجة تلاصق أكتر من الخبز المصنع من الجلوتين. والاستنتاج في الآخر من هذه الدراسة تم بنجاح تحضير وتقييم أنواع مختلفة من الخبز الخالي من الجلوتين ذات مذاق جيد وخصائص نسيج جيدة، سمح التصميم التجريبي الذي تم إجراءه بالحصول على تركيبة مثالية لإعداد الخبز الخالي من الجلوتين يعتمد على الذرة والحنطة السوداء بجودة وقيمة غذائية جيدة. لوحظت جودة خبز أفضل بشكل ملحوظ باستخدام نسب أعلى من الترطيب، مما أدى لزيادة الحجم النوعي ومرونة أكبر للفئات وانخفاض صلابة الفئات في الخبز. كان التركيب الكيميائي التقريبي للخبز الحالي من الجلوتين الخالي من الجلوتين المحضر مشابها جدا، مع وجود اختلافات طفيفة فقط بينها والتي يمكن أن تعزى فقط للأعشاب العطرية والتوابل المختلفة المستخدمة في صياغتها. من حيث المادة الجافة كانت الكربوهيدرات هي المغذيات الرئيسية في عينات الخبز، تليها بروتينات والدهون والرمان. فيما يتعلق بالتقييم الحسي، تلقت جميع السمات الحسية تم تقييمها في عينات الخبز المظهر والرائحة والطعم والملمس والإعجاب العام درجات متوسطة أعلى من 5، مما يشير أن المشاركين قبلوا جميع أنواع الخبز الخالي من الجلوتين المحضرة. كان الخبز الخالي من الجلوتين المصدوم من مزيد من الريحان والزعتر هو الذي نال إعجاب المستهلكين بشكل كبير، وقد حصل هذا المزيد الريحان والزعتر إلى جانب مزيج الكمون والكزبرة على درجات حسية أعلى من التي حصل على الخبز العادي اللي هو بدون أعشاب وتوابل. وبالتالي بتشير هذه النتائج لأن دمج هذه الأعشاب والتوابل العطرية كمكونات
للخبز يمكن ان يغير بشكل كبير بعض الخصائص الحسيه ويساهم في تحسين قبول المستهلك للخبز الخالي من الجلوتين من خلال جعله اكثر جاذبيه للمستهلكين. يبقى اذا هنا احنا اتكلمنا بتلخيص، لان الدراسه حجمها كبير جدا وفيها ارقام وفيها مقارنات وفيها حاجات كتير. احنا قدرنا نصنع خبز خالي من الجلوتين، نتجنب المشاكل الهضمية اللي بتحصل من جلوتين القمح، نتجنب الحساسية، نتجنب عدم تحمل الجلوتين بتاع القمح، ولكن المنتج بيبقى شكله أقل جمالا، بيبقى ملمسه مظهره درجة الامتصاص بتاعته بتكون مختلفة عن الخبز المعمول من الجلوتين، وجاري بقى تحسين هذا النوع من الخبز عشان الناس تقدر تتقبله، وبيضاف له بقى بعض التوابل والحاجات العطريه المسموح بها اللي بتديله طعم وريحه افضل. مع السلامه.